هي ذي الرزم التي تحوي مخدر الشيرة كما عرضتها ولاية أمن الدار البيضاء هذا الصباح بعد أن أجهضت مصالح الأمن بالمحمدية ليلة أمس محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجزت 4 أطنان و967 كيلوغراما من مخدر هي الشيرة. كمية هائلة وعملية مميزة تمكنت المصالح ديال الشرطة القضائية الولائية من إيقاف شخص وكذلك حجز جوز سيارات على متنهم كمية هائلة من المخدرات اللي وصلت تقريبا حوالي 5 أطنان، وهي تبع المعلومات اللي هي أكيدة اللي توصلت بها المصالح ديال الشرطة القضائية من المصالح المركزية لمراقبة التراب الوطني. العمليات هي ضمن أخريات من ثمرات المعلومات التي توفرها مديرية مراقبة التراب الوطني لمصالح الأمن بكل تراب المملكة. دائما ستستمر هذه العمليات في إطار التواصل بين المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني والتراب الوطني من أجل محاربة الاتجار في المخدرات سواء على الصعيد الوطني أو الصعيد الدولي، وهذه الإجراءات كلها كتتم تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة اللي كتعطي كذلك التعليمات ديالها في هذا الشأن. وتجري التحقيقات مع الشخص الموقوف تحت إشراف النيابة العامة المختصة لكشف ملابسات هذه القضية.